السلام عليكم، مرحبا بكم. درس اليوم هو حرف الضاد. حرف الضاد في أول الكلمة، حرف الضاد في وسط الكلمة، حرف الضاد في آخر الكلمة. ضرس، ضرس، ضرس. ضرب، ضرب. مضرب، مضرب. حاضر، حاضر. ممرض، ممرض. مريض، مريض. أركب كلمات من المقطع، المقاطع. دروس، دروس. مضرب، مضرب. ضماد، ضماد. ضماد. أقرأ مقاطع. ض، ضو، ضي، ضا، ضو، ضي، ضن، ضن، ضن. أقرأ وأكتب المقاطع، المقطع، المشتركة بين كل كلمتين داخل المستطيل. ضابطا، ضابطا. رمضان، رمضان. رمضان.
حرف الضاد. ضا ضا ما را دا مرض مرض ما را دون مرض با ي دون بيض ظن ضا با بون ضباب ضا في را تن ضفيرة ض أقرأ ثم أصل صورة بالجملة المناسبة ممرض مد را س مدرستي لطيف لطيفا ممرض مدرستي لطيف صام صام رضا رضا را ما دا نو نا رمضان صام رضا رمضان صام رضا رمضان درس در دي ر سو درس ف ضي لا ت فضيلة ما ري ضن مريض درس فضيلة مريض درس فضيلة مريض السلام عليكم إلى اللقاء.